الجيش الجزائري مستمر فيما بدأه إلى حين رسو سفينة الأزمة في محطة الانتخابات. الفريق أحمد قايد صالح وجه دعوة صريحة للشعب من أجل الوقوف إلى جانب الجيش في مسعاه، نافيا أن يكون لقادته أي طموح سياسي. يستمر الجيش الوطني الشعبي مرافقة الشعب كل ما تعنيه عبارة مرافقة للوصول ببلادنا وإياه إلى تجاوز أزمتها وبلوغ أتاب الشرعية الدستورية، لا طموحات سياسية لقيادة الجيش. أما عن رافضي المسار الدستوري لحل الأزمة فقد اعتبر قائد الجيش أنهم يقومون بذلك للحفاظ على مصالحهم، تصريحات تزامنت مع أول لقاء ضم 7 أحزاب تمثل التيار اليساري التفت حول ما سمته قوى البديل الديمقراطي الذي يرفض خريطة طريق السلطة المؤقتة. علينا أن نذهب نحو مرحلة انتقالية مع كل الأطراف السياسية التي تتموقع تحت سقف الإملاءات الشعبية، لأن الشعب الجزائري خرج ضد منظومة حكم فاسدة، ضد نظام فاسد، وبالتالي الحل هو الذهاب إلى نظام سياسي جديد. بلقاء اليساريين هذا ولد حلف جديد لأقطاب المعارضة الجزائرية، إلى جانب فعاليات قوى التغيير التي تعكف هذه الأيام على التحضير لمؤتمر جامع في 6 يوليو الداخل. السلطة عندها خطاب سياسي ينادي بالحوار، احنا عندنا خطاب سياسي ينادي بالحوار، ولكن ما كانش هناك آليات تجمع بين الاثنين، ثم نحاول حنا نجمع بين المبادرة تاعنا والمبادرات الأخرى. بين قوى التغيير التي توافق على الحوار مع السلطة المؤقتة وقوى البديل الرافضة لبقائها طرفا في المعادلة، انحصر واقع المعارضة الجزائرية. يحدث ذلك في وقت تدرس السلطة إمكانية بعث المسار الانتخابي من جديد، ما يطرح تساؤلات حول مخارج الأزمة في البلاد. عبد القادر خربوش، العربية، الجزائر.